بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدرس مساعد علي سعد عبد الوهاب. هاي المحاضرة رقم 7 من الأسبوع السابع من درس أساليب حفاظ للمرحلة الثالثة كورس 2، أحد متطلبات قسم هندسة العمارة كلية الهندسة جامعة المثنى. بسم الله. كنا بالمشروع بالتجربة السابقة نحكي عن تجربة حلب، ووصلنا النقطة 2 اللي هي تجديد البيوت وخاصة واعتماداتها من صندوق الإحياء. 3 تحديث الشبكة التحتية واعتماداتها من صندوق الشبكة التحتية. وفي المرحلة القادمة سيتم إنشاء صندوق لإعانة الاستثمارات الصغيرة المتوسطة، والذي سيدعم البيئة الاقتصادية والقاعدة الاقتصادية لهذه الاستثمارات وفق المنهج الاقتصادي المخطط للمدينة القديمة. كلمة أخيرة عن المشاركة السكانية في عمليات التخطيط لتنفيذ والتنفيذ، وذلك بأخذ تقاليدهم وخبراتهم بعين الاعتبار، منهم الفئة المستهدفة ومنهم المستفيدون بشكل مباشر من نشاطات المشروع. وهدف آخر هو تحسين مستوى الحياة في المدينة القديمة. أما عن المشاركة باتجاه تطوير العمل في المدينة القديمة وتثبيت وظيفتها كمركز لتأمين العمل بكافة أشكالها والسماح بنشوء وظائف جديدة لزيادة التنوع في المجال التجاري والخدمي فيها، ثم تهيئة فرص مهنية جديدة في المجال السياحي، كل ذلك مشاريع قيد البحث والدراسة والإنجاز. هنا نحكي عن تجربة مدينة وارسو. تجربة مدينة وارسو، بالواقع مدينة وارسو هي عاصمة بولندا، عانت من الحرب العالمية الثانية من الضربات المستمرة والهجمات المستمرة الجوية، والتي دمرت الكثير من المباني والمعالم التاريخية في داخلها، مما جعل صعوبة التعرف أو صعوبة المواظبة على الشكل التاريخي للمدينة وكيفية التوصل إلى شكل مناسب لها، وهذا يجعل من المدينة في حاجة إلى ضرورة التوصل إلى صيغة تاريخية معلومة والحفاظ على المباني التاريخية الموجودة بطريقة تظهر قيمتها. بدأت المدن الأكثر ضرراً وخراباً بمشاريع إعادة البناء، ولعل التجربة البولندية المتمثلة بإعادة إعمار المركز التاريخي للمدينة وارسو واحدة من أهم التجارب الأوروبية التي سبقت التجارب العربية في إعادة تأهيل المدن القديمة بما لا يقل عن ربع قرن من الزمان. هذه خريطة توضح بولندا وارسو. هذه الصورة التاريخية للمدينة في أحد أحياها. الطابع المسيطر على المنطقة شنو كان؟ قامت مدينة وارسو القديمة حول ساحة تجارية تحيط بها مباني سكنية تعود إلى الفترة الغوطية، وامتدت اعتبارا من مركز الدوقية المسمى مازويا. تبلغ مساحة المدينة القديمة حوالي 18 هكتار. هاي الشكل رقم 9 يوضح المسارات والطرق داخل المدينة، والشكل رقم 10 يوضح الطابع المسيطر على المنطقة من الطراز المعين. طبعا المباني تم تلوينها بأكثر من لون لتعطي البهجة وبنفس الوقت تعطي الرحابة في ترحيب الزوار والسائحين. أحيطت المدينة بأسوار مضاعفة ومدعمة بأبراج وعناصر داعمة وبوابات، ما عدا الواجهة المقابلة للنهر فهي مبنية من جدار وحيد غير مضاعف لأنه يؤمن الحماية بسبب الانحدار الشديد نحو النهر. بدأت أول بناء للأسوار عام 1339 وانتهى بنهاية القرن 1400. تبلغ المسافة بين جداري السور المضاعف من 9 إلى 14 متر، وتتراوح سماكة الجدران من 0.9 متر إلى 1.5 متر، ويتراوح ارتفاعها من 6.5 متر إلى 8.5 متر. تخرب السور أثناء الحرب مع السويد بين 1657 و 1704، فتم تدعيمه بواسطة دعائم طائرة، ومنذ ذلك التاريخ بدأ بناء السكن بشكل متاخم للسور من الداخل، كما بنيت عليه مخازن تجارية نحو الداخل حينا ونحو الخارج حينا آخر.
حيث بدأت توسع المدينة في أكثر من اتجاه. أخذ القصر الملكي القلعة الملكية شكله الحالي حوالي عام 1800. قام أول بحث نظامي في المدينة القديمة بإزالة امتدادات المباني السكنية المواجهة للسور الداخلي في عام 1937 بإشراف الأستاذ زخفة توفيش. وقد ساعدت الحرب العالمية الثانية على كشف هذا الجزء المختفي من السور. خرجت مدينة وارسو من الحرب العالمية الثانية بمأساة بشرية وعمرانية مفجعة، ففي عام كانون الثاني 1945 كانت المدينة مغطاة بتلال من الركام والرومات والخرائب يقدر ب 20 مليون متر مكعب. قتل حوالي 800 ألف نسمة من سكانها أو ما يعادل ثلثي سكان وارسو في عام 1945. خرب حوالي 85% من المدينة، من أصل 987 معلم تاريخي كان قائما قبل عام 1939 خربت النازية 782 منها تقريبا كاملا. تأسس مكتب إعادة بناء العاصمة بي أو إس في 1 شباط 1945. عقد المؤتمر الأول لمنظمة وارسو لحزب العمل البولندي في بين عامي 25 و 26، بين فترتي 25-26 شباط، بشأن إعادة بناء مدينة. في 7 آذار 1945 قدم مكتب إعادة بناء العاصمة إلى المجلس الوطني مقترحاته الأساسية لمخطط إعادة إعمار وارسو. في 26 تشرين الأول 1945 أصدر المجلس الوطني قرارا يقضي بتأمين الأراضي ضمن حدود المدينة تسهيلا لعمليات شق الشوارع والجسور والطرقات وإعادة البناء والتوسع المرتقب للمدينة. كان عدد سكان وارسو في كانون الأول 1945 يبلغ 473,600 نسمة، أي بزيادة 310,000 مواطن عن سكانها يوم حصلت على حريتها، وكلها من سكان المدينة الأصليين الذين عادوا إلى موطنهم الأم. لم يبلغ عدد سكان وارسو 1 مليون نسمة قبل بداية عام 1955. في 4 كانون الثاني 1946 عقدت الحلقة الدراسية الأولى سيمينار للمجلس المركزي لمشروع إعادة بناء وارسو، ونقشت الملاحظات والإضافات والتعديلات اللازمة. يستغرق إعادة بناء 6 سنوات، وقد صوت عليه اتحاد العمال البولوني في 5 تموز 1949. في 18 تشرين الثاني 1950 عقد المؤتمر العالمي الثاني للمدافعين عن السلام، وقرر المؤتمر منح وارسو جائزة شرف السلام. نشأت في الفترة ما بين 46 و 51 900 ألف فرصة فريدة لإعادة بناء السور، حيث تم إظهار الدبش الأساس أو القطعة الأساسية للسور أو جزء أساسي منه، وبدأت عمليات الحفاظ على السور ما بين عامي 1953-1954. تم إعادة بناء المدخل الجنوبي للسور الحصن البابي كان بإشراف الأساتذة بوبليتسكي وتومبلاسيسكي. تم الكشف عن الجدران المتاخمة للقصر الملكي والحفاظ عليها بمتابعة ويدوسكي ما بين عامي 1958-1963، حيث عيد معظم أجزاء السور المتبقية إلى أمكنتها وعيد واستكمال بناء بعض الأجزاء الناقصة. في عام 1977 اكتشف جسر يعود للعهد الغوطي محمول على زوجين من الأعمدة ذات الأقواس المنتهية بنقطة، وقد أعيد بناؤها في عام 1983. هذه خريطة توضح المسارات والطرق داخل المدينة، الأسس التخطيطية لإحالة أحياء المركز القديم لوارسو. بعد استكمال الظروف العامة والإجراءات القانونية والتنظيمية، باشر المكتب المسؤول عن إعداد مشروع إعادة إنشاء العاصمة البولندية اقتراحاته لإعادة تنظيم المدينة القديمة. ونلاحظ في مخطط إعادة البناء توجهات الرئيسية التالية: 1. إيقاف المواصلات عند حدود الأسوار وعلى ضفاف المدينة القديمة، وجعل المدينة ضمن سور المشاة حصرا. أول ما نلاحظ في مخطط إعادة البناء بعد عزل حركة السيارات عن المشاة هو فصل الكتلة السكنية عن جسر السور لتحريره وإظهار وكشف معالمه الداخلية تماما بنفس السوية التي تم فيها كشف أجزاءه الخارجية وتحريره
من كل الإضافات المشوهة السكنية غالبا التي ألحقت عليه بفعل التراكم المعماري عبر مراحل تطور المدينة وتوسعها خارج السور. فتح بوابات معابر إضافية في السور عدا البوابات الأصلية الموجودة لتمهيد الربط بين المدينة القديمة بمعابر أساسية للمشاة من جهة الغربية الجنوبية، واستمرار هذه المعابر للمقيمين السياح للانتقال من مستوى الساحة لمستوى كورنيش النهر عبر منحدرات طبيعية مع خطوط الميل أو الأدراج الحجرية. هاي خريطة توضح المسارات والطرق المدينة والطابع المسيطر على الطراز من هو. بناء على هذا التوسع في فتح المعابر وبالمقارنة مع المخطط 1939، نلاحظ إضافة أو حذف بعض الأجزاء من العقارات الواقعة على أطراف التنظيم المقترح عمرانيا، أما للضغط المتوقع في حركة المشاة أو حل لمشكلة موجودة قبل الحرب، مما فتح إمكانيات كبيرة أمام إعادة تشكيل المدينة والحفاظ عليها بما يزيد من قيمة تلاؤمها والاحتياجات المستجدة. معالجة كل جزء ناتج عن هذا التنظيم، كل قطاع أو شريحة ككتلة متكاملة مع ذاتها ومع الجوار، خصوصا فيما يتعلق بخلق ساحة داخلية إن لم تكن موجودة أصلا، أو بتوسيع عدد ساحات ضيقة لتكبر الباحة الخلفية التي تتنفس منها الشريحة، كما تم خلق محاور خلفية أو التأكيد على محاور خلفية للباحات الداخلية التي تنفتح عليها معظم البيوت كاتجاه متمم حينا ومعارض حينا آخر، لإعطاء الهدوء والخصوصية وعزل الحركة لحركة الساكنين عند السياج. كما تم خلق محاور خلفية أو التأكيد على محاور خلفية للباحات الداخلية التي تنفتح عليها معظم البيوت كاتجاه متمم حينا ومعارض حينا آخر، لإعطاء الهدوء والخصوصية وعزل الحركة لحركة الساكنين عند السياج. استحداث فتحات أو أزقة في المدينة القديمة في مواقع الشرائح المتطاولة أو الطويلة أو المبالغ في استطالتها حتى لا يقطع المار مسافة طويلة، وقد روعي أن تكون هذه الأزقة عرضية واصلة بين شارعين متوازيان يؤديان إلى الساحة المركزية ليكون حذف العقارات في حده الأدنى الممكن ولإظهار برج الكنيسة من جهة الجنوب غرب الزقاق. محاولة التقليل من عمق العقارات الموازية لخطة النهر بحيث تم فتح بوابات مؤدية لباحات داخلية وحدائق مطلة على النهر ومتصلة به، والتوصية بإلغاء بعض العقارات لفتح زوايا رؤية واسعة للإشراف على النهر، إلا أن هذه التوصية لم تنفذ وتم التخلي عنها لأغراض أخرى تنسجم والاحتياج السكني أو الخدمات والاستثمار السياحي بناء مسرح ومركز ثقافي. قيام محاولات لتوظيف الساحة المركزية وتفعيلها معظم ساعات الزيارة، وخصوصا في أيام الأحد بالموسيقى والحفلات الشعبية ككافتيريا، أرصفة، استعراض شباب هاوي ومحترف، مباني ذات صفة أخرى تشغل المدينة القديمة، قصر عراس على محور المدخل وتمثال سيمون، المكتبة الملكية المؤلفة من ثلاثة طوابق تابعة لقصر القلعة أيضا، ويشغلها حاليا السينيور أركيتكت ومكتب المعمار الأول. لم يتم الحفاظ على البوابة التي كانت تنطلق منها احتفالات الملكية لأسباب عدم توافق مع العصر، حيث تم فتح شارع من جهة السينيتورز. نقل تمثال الملك زيغونيت سيمون الثالث بضع خطوات باتجاه النهر كي يتم استيعابه بصريا من قبل المشاة من أبعد مسافة ممكنة، مع على امتداد شارع الكاروزيسكي بريدويسكي أو بريدويسكي الذي يزحم أو الذي يزدحم بزوار المدينة القديمة على مدار أيام الأسبوع. ملاحظات عامة:
عند إعادة النظر في تخطيط المدينة ما، فإن مصطلح إعادة البناء يدخل في صلب تلك العمليات والنشاطات التي تندرج تحت عنوان التنظيم أو التخطيط. ولعل مصطلح التحديث المودرنايزيشن واحد من أوسع المصطلحات ودقها في التعبير عند تعبير عن مجموعة من النشاطات المتعلقة ببرنامج تخطيط وتنفيذ أفكار من هذا النوع ضمن نسيج تقليدي لمركز مدينة التاريخية القديمة، تختلف باختلاف المدينة التي نعالجها ونجعلها موضوعا للبحث، كما يختلف استخدام المصطلح باختلاف موقفنا العلمي منها كمهندسين معماريين عاملين في فريق الإحياء والترميم أو موقفنا الذاتي كسكان في الجزء القديم منها. يميز أمبرتو إيكو بين ثلاثة أسس للتعامل مع الماضي: الأول هو موقف القبول acceptation، الثاني موقف الرفض اللي هي negation، والثالث هو موقف توقيفي يحاول قراءة الماضي بشكل معتدل اللي هي oriented predation، وهو يعرضه أو يعرض لهذا الأساس المواقف الثلاثة إنما يحدد بشكل آلي موقفه الخاص، وبفعل اختلاف المستويات الحضارية والثقافية واختلاف الحالة التقنية واختلاف هدف التشكيل الفراغي. وإلى جانب مصطلح المودرنايزيشن تقف مرادفات أخرى تتداخل معانيها أحيانا مع المصطلح الأساس. يصادفنا أيضا مفهوم الكونزرفيشن، ولطالما يحكي الأوروبيون عن مدرسة بولندية في الحفاظ عن العمارة القديمة، إن الكونزرفيشن هو مجموعة النشاطات التي تعيد الحياة فقط للمباني الأثرية بناء على قوانين حقوقية المتعلقة بالمدينة القديمة. بهذا المعنى يتداخل مفهوم الكونزرفيشن الحفاظ مفهوم الرينو ليفريشن اللي يتشابه أكثر فأكثر مع مفهوم التحديث المودرنايزيشن. ويرد معنا احنا احيانا في كتب مصطلح الادابتيشن تكييف، وهو ايضا متعلق بالمباني ذات طابع قديم التي قدمها لنا الماضي، والمصطلح كما يقدمه الاستاذان لايسك وغروسيسك ويشاك وغروشيشكي بالتعريف هو محاولة تنظيم تعتمد على مدى مطابقة المبنى موضوع البحث لاغراض المنفعة الاجتماعية المعاصرة. وبنفس المعنى ونقل عن النسخة الجديدة من وثيقة أثينا، يكتب المعماريان المذكوران: ونجد تعابيرا توضح ما نذهب إليه بل تتمه. علينا أن نحافظ على التكوين المعماري للمباني القديمة وما يحيط بها. وفي المرادفات المستخدمة في الكتب ذات الاختصاص نجد تعبيري الريفلوزيشن يستخدمان بنفس المعنى أيضا. أساليب الجدوى الاقتصادية للحفاظ على التراث العمراني: إن البعد الاقتصادي في عمليات الحفاظ من الأهمية بمكان، حيث إنه يضمن تعظيم الفوائد والعائد من المواد التراثية والمتمثلة في البيئة المشيدة والأنشطة الاقتصادية المصاحبة سواء من المنظور الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي على حد سواء. ومن ثم فإن الوعي بالمبادئ الاقتصادية يضمن مستويات من الكفاءة لبرامج الحفاظ داخل المواقع التراثية، كما يعمل على تشجيع تنفيذ تلك البرامج. وتكمن أهمية الجدوى الاقتصادية للحفاظ في تحليل القيم الفعلية التي تتضمن مواقع التراث الثقافي وتوفير مرجع سليم يمكن الاستناد إليه فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل لبرامج الحفاظ، والفهم الأعمق لما يكنه المجتمع من تفضيل وتقدير للعناصر التراثية، والذي عن طريقه يمكن توجيه عمليات المشاركة في إطار من الواقعية والفاعلية. مفهوم القيمة والتراث الحضري: يمكن تعريف القيمة ووصف التراث الحضري بأنه يتكون، بالنسبة للتراث الحضري، يتكون من جزئين أساسيين يحتويان الأول على حضارة مادية متماثلة في المنشآت. إن محور الاهتمام بالتراث هو الاستمرارية الحضارية بين كل من الماضي والحاضر والمستقبل، باعتبار الحضارة تنمو وتتطور مع الزمن، فكل جيل يمتلك العديد من المصادر القيمة والتي يمكن تصنيفها ثلاث أنواع رئيسية: مصادر طبيعية من صنع الخالق، ومصادر مشيدة، ومصادر بشرية. ومن المصادر الأخرى فإنه يشكل جزءا صغير من المحتويات الكاملة للقيمة المختلفة، والذي لا يمكن فصله أو التعامل معه بدون إدراك
أي المستوى الثالث الذي يعكس البعد الحضري والثقافي للتراث من خلال محاور المجتمع المختلفة مثل الفن والتاريخ والديانات والعقائد والجماليات. قيمة التراث الحضاري: للتراث الحضاري العديد من القيمة التي يتوقف إدراكها على طبيعة المعايش له وخلفيته وأهدافها وأهدافه ومدى اهتمامه، كما أن إدراك المجتمع للقيم قد يختلف بمرور الزمن تبعا لمجموعة من اعتبارات، منها التطور في علم الآثار، التاريخ، وارتفاع مستوى التعليم، وارتفاع مستوى الدخل والمعيشة، وتغير الأذواق والموضات. لذا فإنه من الضروري تحديد المجموعات المختلفة التي يمكن تنتفع من مشروعات الحفاظ، فالقيمة قد تختلف تبعا للنواحي الثقافية والاجتماعية لكل مجموعة، وهنالك ثلاثة مجموعات متباعدة في مجال الحفاظ. أولا المنتفعين من مشروعات الحفاظ، ثانيا الذين يمولون ويدفعون لمشروعات الحفاظ، ثالثا المهتمين بمشروعات الحفاظ. يمكن فهم قيمة المبنى أو المباني من خلال مصدرين أساسيين: الأول يتناول مصدر الثابت المبنى والذي قد يكون مصدرا لدخل مباشر بالإضافة إلى المصدر الثاني وهو مصدر غير ملموس يتمثل في الأبعاد الحضارية والثقافية التي عادة لا تترجم إلى عوائد اقتصادية مباشرة. بل أما من جهة النظر الاقتصادي فيمكن تقسيم القيمة إلى نوعين أساسيين: قيمة تتعلق بالأنشطة مرتبطة بالاستخدام، وقيمة تتعلق بأنشطة غير مرتبطة بالاستخدام. قيمة مرتبطة بالاستخدام اليوز فاليو، وتعبر عن القيمة المرتبطة بالعنصر التراثي من خلال الاستخدام والوظيفة المتواجدة والمستهدفة من المبنى، ويمكن أن يكون الاستخدام أما نفعي أو غير نفعي كما يلي: قيمة نفعية مرتبطة بالاستخدام الدايركت يوز consumption values، وهي عبارة عن قيمة مرتبطة باستعمال المبنى كما في حال السكن في مباني تراثية. هذه القيمة الوظيفية للمباني التراثية يمكن قياسها بمدى أهمية الوظيفة التي يؤدي المبنى سواء كان للسكن أو التجارة أو الإيجار، وتخضع كثير من الأنماط للاستخدام تغييرات السوق وحركة البيع والشراء. ويعد هذا النوع من القيمة الأكثر سهولا في القياس، حيث تعتمد أو إنها تعتمد على عناصر مادية ومرئية يمكن حصرها ويمكن إيضاحها أيضا احتساب عائدها. قيمة غير نفعية مرتبطة بالاستخدام Direct Use Non-Consumption Value، وهي عبارة عن قيمة values، وهي عبارة عن قيمة مرتبطة باستعمال المبنى ولكن ليس بالضرورة في صورة نفعية، كما في حالة استخدام مباني تراثية لغير شاغليها، حيث تتيح لتلك المباني فرصة الاستمتاع والانتفاع بالمنظر الجميل والنواحي البصرية المتميزة لهذا المبنى. كما تعد القيمة التعليمية للمباني التراثية مثالا آخر لقيم غير استهلاكية، ويعد قياس هذه النوعية من القيم أكثر صعوبة من القيم النفعية. قيمة غير مرتبطة بالاستخدام، عادة ما تكون القيم الخاصة بهذه النوعية ذات مردود اقتصادي أقل من القيم الناتجة عن أنشطة الاستخدام. ومن أمثلة تلك القيم قيمة التواجد والقيمة الخيارية التي تعكس إمكانية واحتمال الاستفادة من مبنى بصورة ما في المستقبل. كما يعد أيضا الميراث أو التوريث قيمة تعكس اهتمام الأفراد والأجيال التالية، وهنالك أيضا العائد الإنساني على الأفراد الذين يساهمون في الحفاظ على تلك المباني ويسمى القيمة الإنسانية. والجدير بالإشارة إلى أن هذه مجموعة من القيم تعكس عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية للأفراد، وتعتبر من أكثر أنواع القيم التي يصعب تحديدها وقياسها. المناطق التراثية والمباني التراثية ذات القيمة تقسم إلى non-use value وال-use value. non-use value تقسم إلى القيمة الخيارية وقيمة الرغبات الشخصية والقيم التواجد، والتي تعنى القيم الخياري بالحفاظ من أجل الانتفاع المستقبلي، أما القيم للرغبات الشخصية الحفاظ من أجل الرغبة في تواصل الحضاري والهوية والتميز. قيمة التواجد الحفاظ من أجل الوجود للعناصر التراثية كتفضيل إنساني. اليوز فاليو مقسومة إلى القيم الوظيفية ذات المردود الضعيف وذات المردود المادي. ذات المردود الضعيف هي عادة عائدة للاستعمال في السكن، التجارة، السياحة والأنشطة الاقتصادية. القيمة الجمالية والترويجية بالنسبة للقيم الوظيفية غير مردود المادي. الإدارة الاقتصادية المنطقة تكون متبادلة مع الأرشيف الاقتصادي المنطقة ويكون متماثلا معها في القوة والأهمية. شكرا لحسن الإصغاء.